بسم الله نبتدي معاكم سيدين علاء، ودي أول سيشن لينا مع بعض. النهاردة في موديول 1 هنشوف إزاي نعمل أول بروجرام لينا باستخدام C++. طب خلونا سريعا كده نبص إيه الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، أو إيه المين بوينتس اللي احنا هنتكلم عنها وطريقة الشرح. احنا النهاردة هنشوف كود بسيط خالص basic بيعمل function معينة أو بيعمل حاجة معينة، وهنبدأ نشرح واحدة واحدة ال structure بتاع ال C++. فمن ضمن الحاجات اللي هنتكلم عليها هي ال preprocessor، ايه هي ال main function، وهنشوف برضو نبص على ال C output وال C input. طب تعالي نبص الأول حاجة على الكود اللي احنا هنبدأ نفهمه واحدة واحدة، كل سطر فيه بيعمل ايه وازاي ان احنا نقدر نعدل فيه او نكتب كود من الأول خالص. هنبتدي أول حاجة بأول سطر مكتوب عندنا هو هاش include iostream. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نفتح بورد كده. خلينا الأول نشرح هو أي لغة برمجة بتمشي ازاي. فهنفترض قصة، هنفترض ان احنا عندنا شخصين، واحد بيتكلم مثلا ألماني وواحد بيتكلم عربي عادي. دلوقتي الشخصين دول عايزين يتواصلوا مع بعض او عايزين يدوا لبعض التعليمات instructions ايا كان ايه. فنفترض الشخص العربي ده محتاج يدي شوية instructions للشخص الألماني. طيب هيحتاج اكيد ما بينهم مترجم، لان كل واحد فيهم بيتكلم بلغة، كل واحد فيهم بيتكلم بلغة مختلفة. فالشخص المترجم ده هيبقى محتاج ايه؟ هيبقى فيه كام حاجة كده محتاجهم قبل ما يبدأ ان هو يترجم الكلام. ممكن هيبقى محتاج يشوف ايه الكلام اصلا هو محتاج يترجمه ده. ممكن كمان يكون محتاج يشوف الديكشنري او ايا يكن اللي هيترجم من جرمن لعربي، تمام. هو هيحتاج يبقى عنده هو اصلا شوية معلومات، هيحتاج شوية sources، هيحتاج لو في مثلا مصطلحات علمية يكون هو الشخص ده عارف ترجمتها عاملة ازاي وهكذا. ال process بتاع ان هو يبدأ يحضر لعملية الترجمة دي هي دي اللي بنسميها ال pre-process، ال pre-processors. والمترجم ده بالنسبة لنا هو ال compiler. فاحنا عندنا الخطوات بتكون كالتالي. اول حاجة بيبقى عندنا الكود، بيبدأ ان هو يدخل على ال pre-processing او يتعمل ال pre-process، وبعد كده بيخش على الكومبايلر، الكومبايلر اللي يترجم كل الكلام ده وينفذه ويحوله الماشين كود او لغة الآلة، فالماشين تقدر ان هي تنفذ الكلام. احنا كده اتكلمنا عن الدنيا بتمشي ازاي ورا في الخلفية يعني، او في الجزء اللي احنا مش بنشوفه قدامنا. طيب يعني ايه بقى هاش انكلود IO stream؟ يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجة هاش دي بتعرفنا ان احنا والله ده مش instruction، دي حاجة ال preprocessor هو اللي هينفذها مش ال compiler. يبقى اول ما بنشوف هاش في ال C++ فده معناه انها مش instruction، حتى احنا مش بننهيها بسيمي كولون، لا دي مش instruction. طيب include يعني خلي حاجة معينة متضمنة في الفايل ده، بمعنى ان انا والله عندي فايل فيه شوية functions، فيه شوية كود كده مكتوبين، فيه شوية instructions، وانا عايزك تاخده كوبي وتحطه في الفايل اللي انا شغالة فيه دلوقتي. iostream دي library او كود مكتوب. فال iostream ده بتكون library فيها حاجات كده standard او فيها حاجات اساسيه هنعرفها بعد كمان شويه، زي ال C input وال C output، ان احنا ناخد input من user او نطلع output نظهره على الشاشه او وهكذا. احنا خلاص عملنا including لل iostream. طيب بعد كده هنلاقي في سطر كلام، معلش هي المحاضرة دي شوية هيكون الكلام فيها أكتر من الشغل العملي، بس بعد كده إن شاء الله هنشتغل بإيدينا أكتر. هي دي الحاجات اللي هي بتبقى تقريبا أو فعليا في كل الحاجات اللي احنا هنعملها بعد كده، أو في كل البروجكت أو في كل الفايلات. بعد كده عندنا حاجة اسمها using namespace std.
بصوا دي احنا ممكن نتطرق لها في الاخر، لان دي حاجة لو حبينا نشرحها in details يعني هتكون advanced شوية، فدي خلينا نتطرق لها يعني بعدين. بس خلينا دلوقتي نقول ان احنا لو مش عايزين نكتب ال line of code، تمام، فاحنا بنكتب قبل اي سي اوت او قبل اي اند لاين او قبل اي حاجة من الحاجات اللي احنا نقولها كمان شوية، بنكتب std ونقطتين فوق بعض ونقطتين فوق بعض، تمام. خلينا نقول ان ال std كأنها اختصار ستاندرد، ودي حاجة يعني موجودة في السي بلس بلس. انا مش عارفة ازاي بس اشرحها ان ديتيلز، لان هي نحتاج نكون عارفين ال variables ونحتاج نكون عارفين حاجة ليها علاقة بال name space وهكذا، فخلينا نتطرقها يعني فيما بعد. بعد كده هنلاقي هنا في حاجة اسمها end main، دي بقى كل الشغل بتاعنا او اغلب الشغل بتاعنا هيبقى جواها ال end main دي. احنا لازم نكتب main، يعني main دي لازم نكتبها، ما ينفعش نكتب اي حاجة، ما ينفعش نكتب int first program مثلا او اي حاجة تانية، لا هي بتبقى كلمة محجوزة في ال C++. ودي function، ال function دي هي الكومبايلر بيبدأ ينفذها، يعني احنا اول ما بنبدأ نشغل البروجرام فهو اول حاجة بيبدأها ان هو بيدخل جوه ال function دي، تمام. فدي ال main function بتاعتنا. طيب ليه كاتبين قبلها integer، ويعني ايه integer اصلا وهكذا، كل دي حاجات هنعرفها يعني قدام شوية. بس خلينا دلوقتي ناخد بالنا من ال structure أو من طريقة كتابة ال C++. دي حاجة برضه بنكتبها دايما، وال int main ده الأساسي، هو أصلا لو احنا مكتبناش main function فهو مش هيعرف ينفذ ايه، لأن هو مفيش main function، فهي ال main function هي دي الحاجة اللي فعليا بتتنفذ. بعد كده عندنا سي اوت، وفي هنا شوية تكست كده من ايا كان هو ايه يعني، وبعدين اند لاين. يعني ايه سي اوت؟ سي اوت اختصار لكاركتر اوت، يعني حاجة احنا هنعرضها للشاشة بتاعت اليوزر، تمام. فبنبدأ نقول سي اوت، وبعدين بنحط العلامتين الأكبر من أو الأصغر من بتاع كده، دول يعني بس اللي هي بتبقى ناحية البصة ناحية اليمين كده، وبنكتب جواها التكست بتاعنا او ال variable او ايا كان الحاجة اللي احنا عايزين نعرضها، بس لو هي حاجة تكست فبنحطها ما بين two quotation marks، تمام، وبنكتب جوا التكست. طيب ايه ال end line دي، وهل لازم دايما نحطها ولا لا؟ ال end line دي هي بس حاجة بتقوله والله انزل سطر، او كأنها بندوس enter كده. ودي بنحطها لو احنا عايزين ننزل سطر، لو مش عايزين خلاص ف it's okay مش لازم نحطها. والعلامتين دول بنحطهم بعد ما بنخلص كل جزئية، يعني لو انا مثلا كاتبة سي اوت بعدين الاكبر من دي مرتين بعدين تكست وبعدين اكبر من مرتين، ومثلا عايزة احط variable فبحطها بعد اكبر من مرتين كمان، يعني كل جزئية من التكست او كل جزئية بحط ما بينها ال to bigger than marks to. طيب لو انا مش هكتب end line فمش بحط دول، احنا دول بنحطهم ما بين حاجتين، يعني ما بين حاجة وحاجة، لكن انا مش هكتب حاجة تانية بعد كده فخلاص مش هحط دي اصلا. في الاخر خالص return 0 دي هنفهمها اكتر لما نبدأ نتعمق في ال functions ونعرف انواع ال functions، وان في functions void وفي function integers وفي function يعني انواع كتير، هنبدأ نعرف ايه فايدة ال return 0 دي او ليه بنحطها اصلا. بس عامة ده ال structure عامة بتاع ال اي كود بقى هنكتبه، طبعا في حاجة بتتغير او كده لكن ده ال main structure يعني او ال standard. اوكي خلونا نبدأ نجرب الكلام ده بإيدينا، ممكن نفتح هنا فايل جديد. اول حاجة بنعمل including لل IO stream، ال library اللي فيها اللي اسمها IO stream دي بنستخدم حاجات كتير فيها زي ال cout، بعد كده نعرف ال cinput، يعني end line برضو. ال library دي بنستخدم بيها حاجات كتيرة جدا أساسية بالنسبة لنا.
فبنقول include iostream. أول حاجة طبعا الفايل بتاعنا بيكون .cpp، تمام. هاش include iostream ما بين الأكبر من والأصغر من دول. بعد كده بنكتب int main زي ما اتفقنا، ال using namespace std دي مش أساسي وخلينا ما نكتبهاش دلوقتي، بس أنا قلتها من باب العلم بشيء. وعامة هي bad practice أصلا، يعني مش أحسن حاجة إن احنا نكتبها، بس احنا في العادي نكتبها اختصارا للوقت، وبعد كده ممكن نقول البدائل بتاعتها ايه. اوكي، هنكتب int main ونعمل return 0، وهنعرف بعدين احنا ليه بنعمل كده. بس عامة return 0 دي كأني بقول له والله الكود بتاعي اتنفذ من غير errors، لأنه لو وصل لللاين ده فال return 0 دي لازم تبقى آخر لاين في الفانكشن، فهو لو وصل له يبقى معنى كده ان الكود اتنفذ من غير errors، تمام. بعد كده جوه ال int main هنعمل cout ل hello world، وزي ما اتفقنا بنحطها ما بين two quotation marks، ونعمل end line يعني عشان بحب ال end line الصراحة. بس زي ما اتفقنا طالما مش هنكتب using namespace std يبقى هنعمل std نقطتين فوق بعض، وهنا برضو std نقطتين فوق بعض. وخلونا نجرب نرن، بسم الله كده. اوكي طبعا لي فعلا hello world. طيب عايزين نشيل دي؟ لا، اولا نجرب نشيلها كده، يعني اهم حاجة في البرمجة ان احنا نجرب حاجات كتير بايدينا ونعمل سيناريوز كتير ونشوف ايه اللي هيحصل لو غيرنا ده، او ايه اللي هيحصل لو عملنا كذا وهكذا. فخلينا نجرب نشيلها كده. اوكي اشتغلت، ده شيء مريب. نجرب. لا هي كان بيرن الكود اللاب، تمام. قال لي in file cout wasn't declared in this scope، يعني cout هو مش قاري انها موجودة في السكوب ده اصلا، هو مش فاهم ايه cout. ونفس القصة ال end line، فهو مش قادر. طب نجرب نكتب using namespace std كده، وبنحط ساعتها سيمي كولون. عمل run عادي جدا. طب حلو جدا. طيب نجرب نشيك كده ال include i stream خالص نشوف هيعمل ايه. نلاحظ ان هو تقريبا طلع نفس ال error، ان هو مش قاري ان في حاجة اسمها سي اوت اصلا، لان احنا مش عاملين including الكود بتاع ال i stream. خلونا نجرب حاجة كده لطيفة. احنا كده عرفنا ازاي نطلع output لليوزر، وعايزين كمان نعرف ازاي ناخد input من اليوزر، لان دول تقريبا من الحاجات اللي موجودة في كل البروجرامز. فخلونا نشوف ايه الكود اللي هنكتبه عشان ناخد input. في حاجة اسمها cin او character input، ودي بنعمل عليها بعدها يعني اللي هي علامة مش عارفة اسميهم، بس اللي هي البصمة ناحية الشمال، بتبقى عكس السي اوت، تمام، اللي هي علامة اكبر من او اصغر من، يعني مش حافظة اسمها. اوكي، وبعد كده نكتب اسم ال variable اللي احنا عايزين ناخده، ونحط سيمي كولون طبعا، لان السي بلس بلس اي instruction فيها بنحط بعدها سيمي كولون. طيب هنا لو جينا نجرب نعمل run كده هيطلع لنا error. طب ليه؟ لان هو واخد، هو بياخد فترة عبال ما يقرا الكود الجديد. هنا بيقول لي name was not declared in this scope، يعني ما فيش variable اسمه name اصلا، احنا ما عرفناش variable اسمه name. لو حد كان خد قبل كده بايثون، ففي البايثون انت مش بتحتاج تعرف نوع ال variable قبل ما تستخدمه، لكن عندنا في ال C++ لا، احنا بنحتاج نعرف نوع ال variable قبل ما نبدأ ان احنا نقدر نصدق. طيب احنا ال name طبيعي يبقى text، ف التكست اسمها في السي بلس بلس او كده، او في تقريبا كل اللغات يعني اسمها string. فاحنا بنكتب string name، نكتب نوع ال variable بعدها اسم ال variable اللي احنا هنستخدمه. فبنكتب string name، هنلاقيها حتى كده ايه دي، يعني نورت باللون الازرق كده، يعني ان هو بدأ يقرا. نجرب نعمل run، هو بياخد وقت شوية، فهنلاقيه ما بيطلعش output.
طب ده طبيعي لان احنا هو بينفذ الانستراكشن سطر سطر، فهيجي عند السطر ده ينفذ ده، يعرف variable في الميموري اسمه name، بعدين يجي على السطر اللي بعده يبدأ ان هو مستنينا ندخله name. فممكن نكتب سليم، راح بعدها نقفل السطر اللي بعده اللي هو hello world. تمام، حلو جدا. طب احنا لو عايزين نقول له hello سليم مثلا نعملها ازاي؟ ممكن نقول hello world بعدها سطر بعدها نكتب فيه hello سليم او hello ايا كان الاسم اللي داخل. فنعمل ده ازاي؟ بنقول له see out ونكتب ما بين بعد العلامة بتاعة الأكبر من دي نكتب اسم الـ variable اللي احنا عايزين نظهره. فممكن نقول name اللي هو اسمه name ونعمل save. مستنية طبعا ان احنا نكتب حاجة، ممكن نقول سليم hello world وبعدها سليم. حلو جدا، يبقى احنا كده النهاردة، خلينا نشوف كده احنا كده النهاردة خدنا ايه بالظبط. احنا خدنا ازاي نعمل اوت بروجرام لينا باستخدام السي بلس بلس، الحاجات الاساسيه اللي هنستخدمها تقريبا في كل البروجرامز، ازاي ناخد انبوت من اليوزر وازاي نطلع له اوتبوت، وعرفنا معلومه بسيطه كده عن الفاريبلز. نشوفكم ان شاء الله المره الجايه.